نعم الله على عباده أن اختص بعض الأزمنة والأمكنة بمزيد عناية وفضل، منها الأيام العشر من شهر ذي الحجة، فجعلها من أفضل أيام الدنيا. يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. أخرجه أبو داود وابن ماجه وغيرهما. وما ذلك الفضل إلا لاجتماع أعظم أنواع العبادات في تلك الأيام، منها الحج والأضحية، بالإضافة إلى الصلاة والصيام والصدقة. فبادر واغتنم سباق أيام العشر بالأعمال الصالحة والقرب من الله سبحانه وتعالى.